تجربة استثنائية، حاجة مش هتشوف زيها تاني، ويوم أكيد مش هتنساه. الأهلي نايم المغرب من المغرب. ماذا لو حضرت نهائي كأس أفريقيا في المغرب؟ ده التور اللي قاعد فيه فريق الأهلي. احنا رايحين، معرفش رايحين نعمل ايه، رايحين. وفجأة لقيتني رجعت مصر. شوية ولمحت، قلت اطمن على السواق برضو واشوف يا ترى بيشجع مين. انا مع الميدان، ما مع الاهلي، انا مع الخمس. هاي مرك من اللعيبه بتوعنا، احسن شعب اخواتنا المصريين، لان اخواتي الحمد لله. بودي وشي الناحيه الثانيه، لقيت عادي كده، وابص الناحيه الثانيه الاقي الصحفي الرياضي المعروف. يبقى التامين المغربي على اعلى مستوى، اللعيبه في قمه التركيز، منعزلين تماما عن بعثه النادي الاهلي، وباذن الرحمن الاهلي كسبان ومصر كلها فرحانه. اتحركنا على الاستاد، وفي التاكسي السواق فكرنا بحاجه مهمه. كلنا عرب، اللي يربح الله يسهل عليه. اللاين ده كله يا رجاله، احنا لوحدنا في البتاع ولا ايه؟ وصلنا اتخضينا، جماهير الوداد في كل حته. المصريه تمام تمام. واول ما عرفوا اني مصريه بداوا يغنوا اهلاوي 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 يا حبيبي. قلت اشوف التوقعات، لقيتها في السماء. على مين؟ 3-0 ان شاء الله. 3-1 للوداد. 2-0. ده اللاين بتاع جماهير الاهلي، ده اللاين بتاع جماهير الوداد. صح، بكرة هتنزل الحلقة. وجاءت اللحظة الحاسمة، وصلنا اتخضينا أكتر. الملعب بيشيل 80,000 إنسان، وتقريبا كلهم بيشجعوا الوداد. فين الأهلاوية؟ هم أفريقي دلوقتي. لو دارجان بيشير بصورة لأن إحنا تعرضنا لضغط كبير. مشجعين الوداد في الملعب حاجة هيبة، حتى قبل ما يبدأ الماتش أساساً. فاضل 3 ساعات لحد ما الماتش يبدأ، وهم في قمة حماسهم من دلوقت. من أصوات صفافيرهم ما كناش سامعين حاجة. أهلي وزمالك متجمعين. بس بعد شوية اتشجعنا احنا كمان، ورغم اننا ما نكملش 2000 مشجع، لكن الملعب كله سامع صوتنا. اوبا، خضينا جماهير الوداد، بس احنا ما همناش. فلقيناهم بيقولوا ايه؟ دخل فريق الوداد، لقينا الجماهير طلعت التوفو ده في اقل من الثانيه. واو، والله كل الاحترام، انا كنت هدمع. ومع بدايه الماتش طلع جمهور الوداد الاعلام، ومعاه شويه العاب ناريه على ما اذكر. جماهير الاهلي ما سكتتش، طلعوا البانر بتاعهم، ومعاهم شيطان الاهلي وعدد لا نهائي من الشماريخ. حول كل حاجه حوالينا للون الاحمر، اجواء ناريه، والماتش لسه ما بداش. ابتدى الشوط الاول والكل متفائل، كل واقف على رجله وبيشجع من قلبه. مشجعين الاهلي ولعوا شمروخين، جماهير الوداد ما سكتتش وقلبوا الملعب كله جحيم. هوب، بعد شويه فريق الامجاد الوداد يسدد في الاهلي هدف صادم يقلب وشوش كل المشجعين. ونكمل باقي الشوط الاول بتوتر كبير. رغم الاحباط جماهير الاهلي فضلت تشجع. خلص الشوط الاول. ما كملش 1000 واحد الشوط الثاني بدأ، وجماهير الأهلي رغم توترهم بادئين متحمسين، وجماهير الوداد كده كده صحيين بأعلامهم وشمارخهم اللي ما بتخلص. لحد اللحظة الحاسمة، اللحظة اللي الأهلي جاب فيها جون
اتقلبت مدرجات المشجعين لفرح مصري اصلي، وبقينا كلنا عيله فجاه بنبارك وبنرقص مع بعض. احساس خطير. كملنا الماتش واحنا مستنيين الوقت يخلص بالسرعه، كلنا ترقب بس كمان انبساط وتشجيع وهتافات. ما سمعونا حسكم جماهير الوداد بعد الجون ده ما سمعناش صوتهم تاني لحد اخر الماتش. راحت مني خلاص، وفجأة حقيقة 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 تاني. شوية شوية لقينا ازايز بتتحدف علينا، وهنا صفر الحكم بنهاية الشوط التاني، واصبح الاهلي رسميا بطل القارة للمرة الحداشر. الأهلي بيعمل مسيرة تاريخية بجد، 11 مرة. ديما أهلي ديما أهلي. ألف مبروك مبروك على الأهلي. فريق الوداد الشقيق حمد لك، وكل سنة وانتم طيبين، وكل سنة نضيح منكم. أجواء الاحتفال بعد الماتش ما تتوصفش بكلام، واللعيبة بترفع الكاس تحت، جماهير الأهلي بترفع الشماريخ فوق، وكلنا إحنا واللعيبة بنرقص من الانبساط. الاحتفال ما خلصش، فضل مكمل لحد ما خرجنا. الخلاصة، لو حضرت كاس افريقيا في المغرب لا تستغرب، علشان هتشوف لعب خطير وجماهير مبهرة وشرطة رائعة واقفة بتحمي كل الجماهير بكل ذوق واحترام وحب. هتنبسط بكل حاجة وهتفهم قوي ان الكورة فعلا للجماهير.